قصة مثيرة جدا نشرتها ميرور، دي جريدة مهمة جدا في انجلترا، قالت انه فيكتوريا ودي سيدة تبلغ 36 سنة عندها تناقص تدريجي كان واضح في مخزون المبيض، وكانت مقرر لها انها تخضع لعملية حقن مجهري، والتجربة بتاعت الحقن المجهري يعني كانت واعدة بالنسبة لها. ثم قدمت الكورونا إلى إنجلترا، وده شيء برضو يوضح لنا قد إيه ربما تأثر العالم بالكورونا، لأنه بعد ما خلصت جائحة الكورونا وهي كانت قاسية هناك جدا والمنظومة الصحية هناك تأثرت بشكل ضخم للغاية في إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا طبعا. رجعت الست بعد الكورونا تدور على فرصتها في تأخر الإنجاب أو فرصتها في الحمل، كانت الشوك أو الصدمة أنها فقدت الفرصة وانتهى كل شيء. ده يخليني أقف قدام أن تأخر الإنجاب في كلمة مهمة جدا تتقال في هذه المنطقة، هي أن الوقت من ذهب بالنسبة لستات كتير وبالنسبة لفرص كتير للحمل. الوقت في وقت معين بيكون فعلا من ذهب، وقد ذهبت الفرصة مع هذه الجائحة، طبعا شيء يقترب من المأساة. زوج وزوجة اتجوزوا قعدوا 5-6 شهور ما حصلش حمل، راحوا لطبيب خدت منشطات ما حصلش حمل، راح لطبيب تاني عمل لها أشعة بالصبغة لا الأشعة بالصبغة سليمة، ما حصلش حمل خدت منشطات ما حصلش حمل، راحت لطبيب تالت طلب تحليل سائل منوي للزوج، التحليل طلع كويس ناخد منشطات للتبويض برضه ما حصلش حمل، ومشت في القصة دي 2-3 سنين وما حصلش حمل، واتقال لها ساعتها ان انت عندك مشكله تاخر انجاب غير مفسر السبب، وقعدت مستنيه. طيب السؤال الاولاني، هل هي فعلا حاله تاخر انجاب غير مفسر السبب؟ ده جاوبنا عليه الحلقه اللي فاتت، ان انا عشان اقول ان الحاله عندها تاخر انجاب غير مفسر السبب لازم 4 فحوصات اساسيه تكون معموله: تحاليل هرمونات في الدم، موجات صوتيه على الرحم والمبايض، أشعة بالصبغة على الأنابيب، تحليل سائل منوي في معمل ذكور. لو هي عملت ال4 حاجات دول وكانوا هما فعلا سلام، يبقى هي ساعتها عندها تأخر إنجاب غير مفسر السبب. لو هي عملت ال4 دول وكانوا فعلا سلام، ليه لأن بقول كلمة كانوا فعلا سلام؟ لأن أحيانا كتير هي بتكون عملت ال4 فحوصات دول وكانوا مش سلام، كان فيهم أسباب واضحة تفسر عدم حدوث الحمل، لكن للأسف الأسباب دي ما تشافتش. قمنا نمزج عليها الحلقة اللي فاتت سريعا كده، أنا بقول أمثلة يعني سونار على المبايض، لا واضح جدا أن مخزون المبيض قليل وعدد الحويصات قليلة، لا واضح جدا أن حجم المبيض صغير، لا واضح جدا أن فيه كيس شوكولاتي صغير وده دليل على أن فيه بطانة رحم مهاجرة، الرحم لا واضح جدا ان في سائل موجود داخل الرحم والسائل ده ممكن يكون نتيجه التهابات في الانابيب، الرحم لا ده في زايده لحميه واضحه جدا، الرحم في حاجه اسمها تغدد رحمي او زياده في سمك جدار الرحم، كل دي حاجات واضحه بالسونار. للاسف كانت اتعملت واتقال ان هو السونار طبيعي. تحليل السائل المنوي اساسا ما كانش معمول في معمل ذكوره، اشعه بالصبغه انابيب اتقال لها طبيعيه ومفتوحه ما اختلفناش، لكن المسار مش المسار الطبيعي، ملتويه زياده عن اللزوم، مرفوعه لفوق زي شنبات كده الناس اللي هم القدام دول مرفوعه لفوق، طب ما دي بعيده عن المكان الطبيعي بتاعها، المبيض تحت وهي مرفوعه فوق هتلقط البويضه ازاي؟ الكلام ده كان موجود واتقال لها ان عندك الاشعه بالصبغه طبيعيه وهي مش طبيعيه. انجاب غير مفسر السبب، مش تاخر انجاب من غير سبب، وبالتالي هو اكيد في سبب، هو ممكن لسه احنا مش عارفين نفسره بس اكيد في سبب. لان عمليه الانجاب عمليه معقده شويه، التغيرات البسيطه اللي بتحصل عشان يحصل انجاب مش كلها ليها تحاليل نقدر نوصل لها، لكن في جزء من الحاجات اللي احنا نقدر نوصل لها بخطوه متقدمه شويه عن الفحوصات المبدئيه اللي اتكلمنا عليها، زي مثلا ان يكون في مشكله في الانابيب، مشكلة مش ظاهرة بالأشعة الصبغة، كل الأنابيب دي فيها حصل لها التهاب قبل كده اللي بنسميه دي اي دي، حصل التهاب قبل كده في الأنابيب، فالأنابيب دلوقتي ما بقتش عندها القدرة إنها تقوم بوظيفتها كاملة،
هي تلتقط البويضة وتستنى الحيوان المنوي جوه الأنبوبة عشان يلقح البويضة، وبعدين تنقلها البويضة الملقحة دي تنقلها داخل الرحم بحاجة اسمها حركة للإهدار. ممكن تكون الأنبوبة سليمة كشكل لكن ما بتقومش خالص بسبب اشتهاء حصل قبل كده. ممكن يكون في نوع أو درجة من درجات بطنة الرحم المهاجرة اللي هي الدرجة الأولى اللي ما بتبانش بالصغار لكن بتبان بحاجة اسمها المنظار، وده اللي بنسميه جولد ستاندرد أو الأداة التشخيصية الأساسية لتشخيص بطنة الرحم المهاجرة. دي أمثلة لأن في حاجات كتيرة قوي زي جودة البويضات مثلا، زي عدم قدرة إن الحيوان المنوي يلقح البويضة بسبب تخن قشرة البويضة. في سبب تاني زي مثلا عند الزوج إن في حاجة اسمها نسبة تكسيد المادة الوراثية في رأس الحيوان المنوي. دي ليها نسبة معينة لو زادت على الطبيعي ممكن تؤدي إلى تأخر الإنجاب، وبالتالي إحنا ممكن نلجأ لتحليل أدفانس أكتر أو متقدم أكتر عن تحليل السائل المنوي العادي اللي هو بيقيس بيه نسبة تكسر المادة الوراثية في رأس الحيوان المنوي. دي أمثلة للحاجات اللي ممكن نلاقي لها نلاقيها بصورة متقدمة شوية عن الصورة المبدئية أو صورة الأربع خصائص المبدئية اللي إحنا ابتدينا بيهم تشخيص تأخر. دايما المريض اول تحليل يعمله ويطلع التحليل صفر دي ليها صدمه، ودايما اول حاجه بقولها للمريض بقول له اطمن، موضوع ان التحليل صفر او انعدام الحيوانات المنويه ده موجود في 1-3% من الرجاله على مستوى اي بلد على مستوى العالم، فهي حاله منتشره. وجود ان انا ما عنديش حيوانات منويه دي حاجه ما تقلقش، محتاج ان انا اعرف نوعها، هل هي انسداد ولا لا، ولو هي انسداد دي اسهل حاجه ان احنا ما اما نعمل اعاده مسار او اخد الحيوانات المنويه من الخصيه باي وسيله. لكن الدكتور هشام النهارده بيتكلم عن حاجه بنشوفها كل يوم، وهو ان حالات انعدام الحيوانات المنويه بسبب فشل في الخصيه. الحالات دي بقى دلوقتي في امل كبير في علاجها. وسائل التفتيش عن الحيوانات المنويه اتقدمت بعد ما كان وسائلنا كلها اعلى نسبه ان انا ممكن الاقي في الحالات دي حوالي 40%، بقى في وسائل زي التفتيش الميكروسكوبي بتزود نسبه ان انا الاقي حيوانات منويه وبالتالي احل المشكله ل 60-70%. وهو الموضوع تطور على فتره طويله. ابتدى الاول بان في حاجه اسمها عينه تشخيصيه، طبعا دي ليس لها مكان في الطب في اي مستشفى، لان ببساطه ان انا كنت اخد عينه لقيت حيوانات منويه اقول له اطمن عندك حيوانات، بس هو ما استفادش حاجه لانه ما جمدهاش، او اقول له ما لقيتش حيوانات منويه يقول لي يعني اكيد الخصيه ما فيهاش، اقول له لا ده لا ينفي الموضوع ده. التفتيش الميكروسكوبي زي ما احنا شايفين الفيديو هي وسيله تخليني زي ما احنا في الفيديو اقدر ابص على البؤره المنويه واسيب بقيه الانسجه. البؤره المنويه هي المكان اللي بيبقى لونه ابيض ومتسع دايليتد، بقيه الانسجه اللي هي ما فيهاش بؤر منويه هي انسجه مهمه، هو ربنا خلقها لوظيفه مهمه جدا اللي هي انتاج هرمون الذكوره، عشان المريض مش ان انا ادخل عشان ادور له على حيوانات منويه وفاجئ بيه انه عنده مشكله سواء في علاقته الزوجيه او في الرغبه. وللأسف لما بتتعمل العينات بشكل عشوائي كنا بنشوف مرضى بيتاخد معظم أجزاء الخصية، وهي الموضوع كان في مشكلة. المشكلة إن أنا كطبيب أمراض ذكورة عشان ألاقي حيوانات منوية أنا محتاج أخد أنسجة كتير من الخصية، ببساطة زي ما أكون أرض أو تربة بدور على ذهب، بس كمريض وكحفاظ على الخصية أنا محتاج أخد أنسجة قليلة. تطور الموضوع إن إحنا لو اعتبرنا الخصية دي زي الكرة، كنا الأول بنفتح فتح بسيط وناخد عينة منها، المشكلة إن الفتح ده فعلياً أنا لم أستكشف غير 4% من الخصية. بعد كده بقى في حاجة اسمها العينات المتعددة، إن أنا أفتح 3 أو 4 أماكن باخد منها، فأنا كده استكشفت 20% من الخصية، لكن ده مش استكشاف كافي، وكمان ما كانش فيه رقم. في بعض المراكز كان بتاخد 6 عينات 10 عينات 20 عينة، لكن كل ده كان عمياني، أنا في الآخر باخد العينة والميكروسكوب يقول لي فيه ولا ما فيش. التفتيش الميكروسكوبي ده إجراء مش مجرد إن أنا باخد عينة تحت ميكروسكوب، وده المهم أو إن المرضى يفهموا ببساطة. أنا لو فتحت فتحة صغيرة وبصيت بالميكروسكوب أنا هدور هنا في بؤرة منوية ولا لأ، بس أنا ما عملتش تفتيش. التفتيش مش مجرد ان يكون عندي ميكروسكوب، لا ده اجراء جراحي بيبدا الاول بان انا فتح الخصيه بيبقى بطريقه مختلفه.
انا بفتح الخصيه بالكامل من اول للاخر وبفتحها زي كتاب. ودي بتحتاج خبره جراحيه، لان احنا الخصيه عندنا زي ما تكون قطاعات، كل قطاع ليه الغذاء بتاعه من الشرايين والاورده. ففنيه او تكنيك الجراح انه يفتحها زي الكتاب مع الحفاظ على كل الانسجه وانه يقفلها تاني، دي مش موجوده كتير. وده اللي بيخلي المريض يقول لي انا عملت عينات قبل كده وبالميكروسكوب لكن ما لقيتش، وبعد كده نلاقي لان هو ببساطه ما قدرش يعمل الاستكشاف او التفتيش. الخطه العلاجيه بقى لمثل هذه المواقف، لمثل هذه السيتويشن، من سواء حمل يبان على انه غير مفسر السبب لكن احنا بدأنا نتوقع السبب، وبدأنا عندما بحثنا بدقة اكتشفنا هذا السبب. احنا زي ما حضرتك بتقول بنتوقع السبب، فبنبتدي نحط الخطة العلاجية بناء على الحالة بقى، حالة الزوجين من حيث السن وفترة الزواج، ومن حيث زي ما احنا قلنا مخزون المبيض، ومن حيث العقوبات او العوائق، انا اسف، اللي احنا شفناها تؤدي الى تأخر الإنجاب. ساعتها بنقعد نعمل زي ما هشام وضح، اللجنه الطبيه اللي احنا بنوضح فيها او بنوصف فيها للمانجمنت بلان، اللي هي ممكن تكون في حاله تاخر الانجاب غير مفصل السبب، والزوجين لسه صغيرين ما عندهم فرصه ان هم يدوروا على الحمل التلقائي، ان احنا نعمل زي المنظار التشخيصي والعلاجي في نفس الوقت، اللي هو منظار البطن والرحم. في بعض الحالات ممكن نلجا لطريقه علاج اخرى زي مثلا الحمل، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بس احنا ما وصلناش ليك خالص، عارفه ليه؟ عشان انا بضمن، عشان انت اول حاله اتولدت في المركز. هتسمي البيبي ايه؟ ان شاء الله محمد. محمد ربنا يخليه ما شاء الله باذن الله. المره الجايه بقى تطلعي طالعه توأم بعد ما شئت ربنا، ها؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب احنا بنبارك لنجوى وان شاء الله تجيبي بالسلامه باذن الله. محمد بيشرفنا كده ويكون هو بدايه فرحتنا هنا في مركز الرياض في الاقصر. هي نجوى كان عندها مشكلة الإبهاق، كذا مرة كان بيحصل إبهاق، عشان كده إحنا لما قعدنا معها أول مرة عملنا شوية فحوصات كتيرة شوية، وربنا كرم عرفنا الأسباب. كان عندك كام سبب يا نوبة؟ كان عندك ثلاث أسباب، فاكرة؟ غدة غدة طرقية وتجلط وحاجة اسمها الحاجز. أيوة تمام، والحاجز الحمد لله ربنا كرم، ابتدينا بالحاجز عن طريق مزار رحمي جراحي، شلنا الحاجز دوت ودينا عليه بعدها 3 شهور عشان نظبط الغده ونظبط التجلط. ولما حصل حمل ربنا كرم الحمل كامل. تعبت شويه في العلاج؟ شويتين ثلاثه؟ لا تعبت. تعبت قوي. لما نجوى بتعاني من حاله اجهاض متكرر في الشهور الاولى من الحمل، تم عمل طبعا الفحوصات اللازمه ليها سواء للزوج او للزوجه. تبين في الفحوصات وجود خلل في هرمونات الغده الدرقيه لمدام نجوى، ووجود خلل في موانع التجلط. الموضوعين دول طبعا موضوعين هامين جدا، تم وصف خطه علاج تقريبا 3 شهور، وعمل تظبيط لهرمونات سواء لهرمونات الغده الدرقيه او وصفه ادويه سيوله عشان لعلاج موانع التجلط. وهي معانا النهارده وهتكون اول قيصريه بنعملها في مركز الرياض للخصوبه فرع الاقصر، وحبينا نشارككم برضو فرحه مدام نجوى وفرحتنا بوصول طفلها الجميل ان شاء الله، وربنا يكرمهم فيه ان شاء الله. Ah!
أشكر مراكز الرياض جميع الفروع كلهم على أنهم حققوا لي حلمي الوحيد منذ 6 سنين. بشكر الدكتور هشام والفريق الطبي بتاعه مركز لوكسور والأطباء والممرضين كلهم أشكرهم شكرا جزيلا، حققوا لي حلمي اللي 6 سنين إجهاد متكرر كان، والحمد لله عن طريق الدكتور هشام ربنا كرمني بمحمد الحمد لله بعد 6 سنين. بشكرهم جميعا، بشكر مركز الرياض كله لوكسور وجينا وكل الفروع.